أهلا بكم من جديد. أكد النائب الأول للرئيس والمتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي أن مملكة البحرين صرفت أكثر من ثلث ناتجها المحلي لمواجهة تأثيرات الجائحة، وهي من النسب الأعلى بين جميع دول العالم، وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من تجاوز تداعيات هذه الأزمة هما أهم محاور عمل الغرفة في الفترة الحالية. التقرير التالي يستعرض مراحل استجابة غرفة البحرين لتداعيات أزمة كورونا. أطلقت مؤسسة جينوم للمنظومات الناشئة والشبكة العالمية لريادة الأعمال التقرير العالمي للمنظومة الاقتصادية الناشئة لعام 2020، وذلك من خلال أعمال مؤتمر كاوتش للنظم الاقتصادية. ويأتي إطلاق المؤتمر أو التقرير في الوقت الذي تعاني فيه 4 من كل 10 مؤسسات من استنفاد أو شح التدفق النقدي، وذلك في ظل تداعيات التفشي العالمي لجائحة كورونا. وبالشراكة مع صندوق العمل تمكين، قامت مؤسسة جينوم للمنظومات الناشئة بدراسة أداء البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين بالمقارنة بأكثر من 250 منظومة اقتصادية حول العالم، حيث كشف التقرير أن مملكة البحرين ساهمت في تطوير بيئة أعمال تقدر ب 164 مليون دولار، وذلك بإجمالي يقدر ب 13 مليون دولار أمريكي في تمويل مرحلة التأسيس خلال السنتين ونصف الأخيرتين. قفز حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بأكثر من 7% إلى 3.710 مليارات دولار بنهاية عام 2019 قياساً بما كان عليه في نهاية عام 2018، وهي ما تشكل نحو 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إنه نظراً إلى أهمية البنوك العربية بالنسبة للاقتصاد العربي، سواء من حيث الحجم أو من حيث الدور الذي تلعبه، فإنهم يتوقعون أن تهيئ هذه البنوك نفسها لتكون أول القطاعات التي تستعيد نشاطها بشكل كامل، وأن تطلق كافة خدماتها ومنتجاتها للعملاء بصورة أكبر. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الريال الإيراني يتلقى ضربة جديدة ويتراجع إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1277 نقطة بارتفاع بنسبة 25%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,350,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 250
250 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 25 صفقة، وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7388 نقطة بارتفاع بنسبة 1.4% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4303 نقاط منخفاض بنسبة 0.18%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3508 نقاط بانخفاض طفيف بنسبة 0.9%. أكد السيد عبد الكريم أحمد بوتشيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين في لقاء مع برنامج حديث اليوم الذي سيعرض على تلفزيون البحرين بعد قليل، أنه منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا وحتى يومنا هذا لم يحتاج أي بنك لاستخدام الحزمة المالية التي أقرها مصرف البحرين المركزي للبنوك، وأن هذه الحزمة موجودة لطمأنة البنوك بأن المركزي البحريني لن يتخلى عنها في ظل هذه الأزمة. حاليا ما سمعت عن أي بنك احتاج حق أي مصرف احتاج حق هالحزمة هذه ولا حق هالدعم هذه. طبعا مثل ما تدري البنوك اندمجت من ضمن كل الشركات توقف عنها فواتير الكهرباء والماء خلال فترة 3 أشهر راحت، ورواتب الموظفين البحرينيين دفعت من قبل الاوستريتي باكج اللي صار انزين، فبالتالي البنوك هذه ايضا استفادت من هالحزمة هذه. لكن حزمة البحرين المصرفي بنك البحرين المصرفي للبنوك هي موجودة لطمأنة القطاع المصرفي وطمأنة العالم أن البنوك هذه لن يتخلى عنها وستحصل على كل الدعم المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي لاستمرارية عملها، وبالأخص فيما يتعلق بدعم مستوى السيولة عندها. ما في بنك حسب ما سمعت لحد الآن يحتاج حق لجوء لهذه الحزمة، لكن الجيد الموضوع أن البنك المصرف البحرين المركزي موجود على أهبط الاستعداد لتفعيل هذه الحزمة وتقديم. كشفت بيانات جلسة مجلس المناقصات طرح شركة نفط البحرين بابكو مزايدة لتركيب أجهزة صراف آلي بخمس محطات تابعة للشركة لمدة 5 سنوات، وتقدم بنك الإثمار بعطائه الوحيد بقيمة 126 ألف دينار. وتشترط المزايدة على المتقدم بالعطاء أن يقوم بتنفيذ جميع الأعمال المدنية والأعمال الكهربائية المتبقية مثل التوصيلات الكهربائية والهاتفية اللازمة لتثبيت أجهزة الصراف الآلي على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى تكلفة الاتصال الهاتفي وأي رسوم للبلدية أو حكومية أخرى باستثناء رسوم الكهرباء. أعلن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أنها ستستأنف رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كل من أبوظبي ودبي بدءا من 5 يوليو الجاري. وكان طيران الخليج قد بدأت بتسيير رحلاتها المباشرة للمرة الأولى بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في العام 1954، وتعد كل من أبوظبي ودبي من أكثر الوجهات شعبية على شبكة طيران الخليج. وستكون طيران الخليج قد استأنفت عملياتها إلى 25% من شبكة وجهاتها الأصلية. وفي الإمارات يعود اليوم موظفو الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مقر العمل بنسبة 100% في خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد كوفيد-19، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة. تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية بسبب الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد من جراء فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية. وذكر موقع bombas.com المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215,500 ريال إيراني،
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في شهر مايو لعام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران ضربت الاقتصاد بشدة.